خراج الثدي عند الأطفال اللي لسه مولودة. في بعض الأطفال بيجيلهم تورم في الصدر أو الثدي بعد ما تولدوا بأيام الأسابيع، وفي ناس بتبقى مش عارفة ده التهابات ولا ده تورم حميد، حاجة بسيطة كده تقعد أسابيع زي ما قلنا في الفيديو اللي فات وتختفي. نفرق بينهم إزاي؟ أنا دكتور حازم رجب، استشاري طب الأطفال، تابعوني. التهابات الثدي عند الأطفال حديث الولادة، التهابات البكتيرية أو الخراج اللي بينتج عن التهابات الثدي بتبقى عبارة عن تورم جامد في ثدي الطفل، بتبقى محمرة وممكن تحسها كده بإيدك، تلاقيها سخنة ودافية، ممكن تدوس عليها الطفل يصرخ منها نتيجة لشدة الألم. ده غير كده كده الطفل ممكن يعيط طول اليوم، زائد إن ممكن تلاقي تجمع صديدي حواليها. أما التورم الثدي الحميد اللي احنا قلناه في الفيديو اللي فات ده بيبقى ورم وكبيرة بس تيجي تحسها مش دافية، تيجي تدوس عليها ما بتوجعش الطفل، تيجي ما تلاقيش فيه تجمع صديدي باين، والطفل عادي وبيرضى عادي وما فيش مشاكل عنده. فده الفرق بين الاتنين. شكرا.